السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني شركاء النجاح أينما كنتم. معكم أخوكم ومحبكم مدرب حسام علي من العراق. اليوم في تدريب أساسي مهم حول منتجات شركة ديكسن العالمية اللي تعتبر أحد أهم الأركان الرئيسية في شركة ديكسن. اليوم حول قواعد وفوائد حول هذه المنتجات العملاقة. في البداية أخواني لازم أن نقف على بعض المصطلحات، لأن تحرير المصطلحات حقيقة مهم جدا في فهم أي موضوع. في البداية يجب من معرفة الصحة والعافية. طبعا أحد شعارات شركة ديكسن العالمية اللي مهتمة بالجانب الصحي، كن مهتما ومخلصا لصحتك. قبل أن ندخل في هذه التفاصيل يجب أن نعرف مصطلح الصحة والعافية. كان المعتقد السائد سابقا بأن مفهوم الصحة هو الخلو من المرض والعجز، وحقيقة في الاصطلاح يقال الصحة شيء هي استقامته وخلوه من الخلل. الآن منظمة الصحة العالمية حررت مصطلحا مهما وتعريفا مهما لهذا المصطلح، بأن تعريف الصحة بأن الحالة السلامة والكفاية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة، وليست مجرد الخلو من المرض والعجز والخلل. فلذلك اليوم احنا ندور مع هذه العجلة الجميلة مع شركة ديكسن نحو تصحيح مفهوم الصحة الحقيقية. فدي اكسن هي عبارة عن منظومة صحية متكاملة وفرت أعمدة الصحة من حيث السلامة والكفاية البدنية، فيتوفر منتجات صحية نافعة للبدن، السلامة العقلية من حيث تغذية العقل بالغذاء النافع وتغذية العقل بالمعرفة النافعة، ثالثا السلامة الاجتماعية الكاملة، وممكن أن تضيف الجانب الروحي. فدي اكسن هي من أفضل الشركات اللي وفرت منفعة الناس والنفع المتعدد، فبالتالي أنت ممكن أن تحصل على الصحة الكاملة. قبل أن ندخل بالمنتجات يا أخواني يجب أن نعرف أصناف المنتجات لشركة ديكسن، لأن كثير حقيقة من الأخوة الداخلين في شركة ديكسن سواء من القدماء أو الجدد يحصر تفكيره في جزء معين من المنتجات. خلينا نفوت إلى منتجات شركة ديكسن العالمية المتميزة. منتجات ديكسن تندرج تحت 8 أصناف. الصنف الأول هي مكملات غذائية طبيعية، هي عبارة عن أغذية أساسية ذات جودة عالية. الصنف الثاني مشروبات وعصائر صحية. الصنف الثالث منتجات العناية بالشخصية. الصنف الرابع منتجات العناية بالبشرة. الصنف الخامس منتجات ومنظومة تعقيم المياه. الصنف السادس أجهزة منزلية، والسابع مواد منزلية، والصنف الثامن الجميل هي مجموعة الكورية. حقيقة هذه أحد أقوى المنتجات اللي موجودة حول العالم. الآن خلينا ندخل بالتأصيل والقواعد الهامة اللي تضبط العملية والكلام حول المنتجات وكيف تستفاد منها المثلى. وأقول المثلى لأن راح نجد في كثير من الزوايا أنه بعض الأعضاء يركز على زاوية معينة ضيقة جدا ويحصر عمله وفوائده الصحية سواء كانت أو المالية من هذه الزاوية الضيقة. يجب أن ندخل إلى قاعدة مهمة جدا اللي هو التأصيل قبل التنفيذ. يجب أن نأخذ القاعدة ثم نضرب لها مثالا حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه المنتجات اللي تعتبر جواهر حقيقة طبيعية. لذلك هناك قواعد هامة حول الأغذية الأساسية يجب فهمها، تدوينها يا شباب يجب أن تكتب كتابة ويجب أن تفهم عقلا وتؤخذ تطبيقا. القاعدة الأولى فإن منتجات شركة ديكسن كأغذية ومشروبات طبيعية لا تستهدف مرضا معينا، بل تستهدف الصحة بصورة عامة. لذلك من الخطأ أن تحصر منتجات شركة ديكسن لمرض معين أو عرض معين. ثانيا أن منتجات شركة ديكسن خاصة المكملات والمشروبات والعصائر لا تعالج مرضا معينا بصورة مباشرة، لكن تساعد الجسم على التشافي من خلال إيجاد الآليات اللي رب العالمين خلق هذه الآليات الموجودة في جسم الإنسان. فالمنتجات تحاول أن تساعد الإنسان أن يتخلص من الأمراض كتشافي طبيعي. فذاك من الخطأ أن نقول ما العلاج المناسب، ممكن نقول ما المنتج المناسب اللي يساعدني تخلص من عرض معين كونه غذاء طبيعي ذو أثر صحي. ثالثا أنها ليست بعقار طبي، وهذا حقيقة نقطة خطيرة وخطيرة جدا، بل هي ظلم للمنتجات أن توضع بأنها عقار طبي فتحصر في مرض وصنف معين من الناس، بل المنتجات أعلى شأنا وأعلى أثرا كما سنرى في الكلام عن المنتجات. لكن هذه المنتجات عبارة عن أغذية ومواد طبيعية ذات آثار صحية قوية جدا، فلا يقال عن المنتجات أنها عقار. هذا ليس انقاص من قيمة المنتج، بل هو رفع للمنتج بأنه يشمل كل الناس وكل الاحتياجات لجميع الناس، لأنها لا تستهدف جسم أو مرض معين. رابعا تتركز في هذه المنتجات كثير من العناصر الطبيعية النافعة للجسم اللي تساعد الجسم على التشافي من خلال مساعدة الجسم على التخلص من السموم ورفع المناعة وإعادة التوازن. فبالتالي ممكن أن نصل إلى علاج المشكلة من الجذر، ولا نتعامل مع الجسم كمرض ومريض، بل نتعامل مع الجسد
كتلة واحدة ننفع الجسم من أعلى رأسك إلى أخمص قدمك. قاعدة الخامسة المهمة جدا، أن المكملات الغذائية لا تتعارض فيما بينها إذا أخذ السوية المجتمعة أو تتداخل مع العلاجات الأخرى، بمعنى أنك تتعامل مع منتجات ديكسن كأي كوكتيل طبيعي، خذ واشرب وتمتع. سادسا، يجب أن تكون وحسب الدساتير الخاصة بالأعشاب الطبيعية أنها تصلح للاستخدام ذو الآثار الصحية في التشافي الطبيعي. لمنتجات شركة ديكسن مثل ما معروف في الدساتير العشبية هي من أفضل المنتجات اللي كان يتعامل معها مختلف الناس المهتمين بالجانب الصحي، لكن يجب أن تشترط فيها بعض الأمور الهامة حتى تندرج هذه المنتجات تحت المنتجات الطبيعية ذات الآثار الصحية على المدى البعيد. أولا، قواعد هذه هامة أخواني، يجب أن لا تكون ضارة أو سامة في ذاتها، يعني المنتج كمكون كستراكشر يجب أن تكون مكوناتها خالية من المواد السامة والضارة، فهذه قاعدة هامة جدا، ومنتجات شركة ديكسن الغذائية من أوائل هذه المنتجات اللي عرفت بالدساتير العشبية. ثانيا، يجب أن يستفاد منها جميع خلايا الجسم وليس عضو محدد، وهذا خلل كثير عند الأعضاء، وهذه القواعد يجب أن نفهم، لأن راح نجد كثير من الأسئلة المتكررة الشائعة تحل من خلال القواعد. بما أن المنتج غير محدد لعضو من الجسم، فالجميع الجسم سوف يستفيد من هذه المنتجات، فهي ليست مخصصة لمرض أو عضو من الجسم، وهذه قاعدة جدا هامة. القاعدة الثالثة، يجب أن تكون لا تكون ضارة أو لها آثار سامة لدى استخدامها على المدى البعيد، وهذه هامة جدا جدا يا شباب، لأن بعض الأعشاب وإن كانت طبيعية لكن لا يجوز استخدامها على المدى البعيد، ممكن أن تكون نافعة آنيا لكن تكون ضارة على المستقبل أو في الأوقات المتراكمة، لذلك هذه نقطة وقاعدة جدا هامة. القاعدة الرابعة، يجب أن يتقبلها الجسم بكل خلاياه وأعضائه، يعني ما نأخذ المنتجات باعتبارها يتقبل عضو معين وتضر في جانب آخر، ومثل هذا ما معروف في كثير من الأعشاب الأخرى أو بعض العلاجات والعقاقير. الآن قاعدة هامة وسؤال يرد كثيرا وخاصة الأخوة القدماء، يعني يعاني من هذا الجزء، كيفية استخدام منتجات شركة ديكسن. احنا ذكرنا يا شباب انه يجب من التأصيل ثم التمثيل، اذا فهمنا القواعد الأساسية ستسهل علينا جميع التطبيقات. الآن عندنا قاعدة جدا مهمة حتى نضبط عملية استخدام المنتجات، هو قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لماذا نقول هكذا يا اخوان؟ لان منتجات شركة ديكسن هي أغذية، فنتعامل معها بقواعد الأغذية. رب العالمين جعل لنا قاعدة عامة جامعة مانعة كما يقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن يؤخذ من الغذاء اللي من ضمن منتجات شركة ديكسن كغذاء بحاجة الجسم من دون إسراف من دون إقلال. فلذلك الأغذية الطبيعية هي أغذية متوازنة طبيعية نافع، فتؤخذ حسب حاجة الجسم. طيب، حاجة الجسم ستكون مختلفة من حيث العمر، فيأخذ المنتج المستخدم حسب عمره. من حيث سبب الاستخدام، يعني ممكن أني أكون رياضي أقوم بأعمال شاقة أو عمل شاق، فأحتاج أن أرفع المنتجات كغذاء لحاجة الجسد. ممكن إنسان يتعرض لمرض فيروسي أو بكتيري معين، فيحتاج أن يرفع المناعة أكثر حتى يحارب هذا المرض من خلال الغذاء الطبيعي النافع، فبالتالي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ركز في هذه القاعدة، ستسهل عليك كثير من الأمور، لأن المنتجات هي أغذية طبيعية متوازنة يحتاجها الجسم وتغطي جميع احتياجات الجسم، فلا توجد حقيقة يعني استخدام معين. لذلك من ذكر من الاستخدامات هي عبارة عن تجارب شخصية أو ممارسات أو كلام منقول من الخبراء، من ضمنهم مؤسس الشركة دكتور ليم. فلما تكلم دكتور ليم على أنه المستخدم مع منتجات شركة ديكسن ممكن يأخذ المنتج بالاحتياج الاعتيادي، إنسان يأخذ المرض غرض الوقاية وهذا مثبت على العلبة، مثلا سبيروليا من 4 إلى 6 حبة أو 6 إلى 9 عفوا، عرف الأسد من 4 إلى 6 وهكذا. طيب، هل ممكن زيادة؟ نعم، لأنه غذاء متوازن. هل ممكن أخذ أقل؟ نعم، لأنه غذاء متوازن، لكن إذا احتاج جسمك جرعة أكبر فلا بأس بزيادة الجرعة بما يتناسب مع ما ذكرنا سابقا من الفئة العمرية واحتياج ضمن هذه الفترة المعينة. قاعدة هامة أخرى كذلك يا أخواني، طبعا التكلم عن المنتجات واستخداماتها واسع جدا، ممكن رجوع إلى كلام دكتور ليم حول استخدام منتجات، ممكن تأخذ بجرع متوسطة، ممكن تأخذ بجرع ميجا دوز للمنتجات، وكذلك هي ضمن قاعدة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا اختلف المدربين أو اختلف الواصفون للمنتجات بطريقة الاستخدام وكمية الاستخدام، يجب أن نعاملها ضمن قاعدة وكل واشربوا، ضمن قاعدة الغذاء وليس الدواء. فإذا شخص وصف استخدامه واحتياجه الشخصي وانتفاعه بدوز معين أو جرعة معين فهذا كلام صحيح، إذا أكثر لا بس، إذا أقل لا بس، لأنه غذاء
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الآن ندخل بسؤال يرد كثيرا. بعض الناس لما يسمع الفوائد الصحية للمنتجات واستفادة كثير من الناس من الآثار الصحية للمنتجات يتصور أن المنتجات سحر من حيث الآثار الصحية. خلينا نرجع للوراء ونؤصل قاعدة مهمة، أنه الصحة المتكاملة حتى تكون ذو صحة متكاملة يجب أن يكون عندك ثلاث أعمدة أساسية. يجب أن تهتم بغذائك الصحي، فيجب أن يكون غذائك أقرب للغذاء المتكامل المعروف عند خبراء التغذية أن يكون 80% من غذائك قلوي و 20% من غذائك حمضي. القلوي خضروات والفواكه والأشياء الطبيعية اللي تساعد الجسم على إعادة توازن قلوية الدم، والحمضي الأشياء اللي ترفع حمضية الجسم مثل اللحوم الحمراء والسكريات ومشتقاتها، وهذه موجودة في المباحث والمصادر البحثية في هذا الجانب. فيجب أن يكون غذائك ابتداء العمود الأول يجب أن يكون غذائك أقرب للجانب الصحي. العمود الثاني للصحة يجب أن يكون نمطك الصحي، الستايل، لايف ستايل، يجب أن يكون نمط صحي. يعني أحيانا بعض الناس قد يمرض لأسباب مهنية، فالسبب أنه طريقة المعيشة مالته وطريقة العمل مالته هو ممرض، مثلا كثير الجلوس، قليل الحركة، طبيعة العمل تبعه ممكن تؤثر على بعض مفاصل الجسم بما يسمى الأمراض المهنية. فيجب كشيء ثاني وقاعدة ثانية للحفاظ على الصحة المتكاملة أن تعمل بنمط صحي. الجانب الثالث يجب أن تراعي الجانب النفسي، فهو له أثر كبير للإنسان عبارة عن جسد وروح. هذه يا أخواني ثلاث أشياء هي تبنى عليه الصحة بصورة صحيحة. طيب الآن لما الإنسان يأخذ المنتجات وهو غير مهتم بنظام الغذائي، وهو غير مهتم بنمط الصحي، وهو غير مهتم ببيئة اللي دائما تكون سلبية أو بيئة صارفة عن الإيجابية، فبالتالي الآثار ستكون متغيرة. فمن أخذ المنتجات كغذاء صحي متوازن وراعى الثلاث أعمدة للصحة المتكاملة سيكون أقرب للصحة. والشخص اللي أخذ المنتجات وإن زاد بالمنتجات وما راعى هذه الثلاث أعمدة قد تتأخر عنده النتائج. فشركة ديكسن وفرت لك غذاء صحي متكامل، لكن كذلك وفرت لك ثقافة صحية يجب أن تراعيها حتى تنتفع بصورة شمولية. الآن حقيقة كثير من الأسئلة تعتبر أكثر الأسئلة شيوعا، حبينا نعالجها وفقا للقواعد اللي وضعناها سابقا. دائما نقول التأصيل ثم التمثيل، الآن هذه أمثلة، راح نراعي القواعد اللي ذكرناها سابقا حتى نحل جميع الأسئلة المتكررة والمستمرة إلى ما لا نهاية من خلال القواعد الأساسية. فخلينا نذكر بعض الأسئلة حتى نتابع هذه كيف نحلها من خلال القواعد، وكيف ممكن أن نجيبها حتى نحل جميع الأسئلة عن جميع الناس، فبالتالي يكون عندك تأصيل وقاعدة تندرج تحتها كثير من الأمثلة. السؤال الأول اللي يرد كثيرا، متى أتوقف عن منتجات شركة ديكسن وأغذية ديكسن؟ نقول منتجات شركة ديكسن غذاء ولا دواء؟ حسب قواعدنا غذاء. طيب هذا الغذاء هل هو مخصص لمرض معين أو حاجة معين؟ لا، لجميع خلايا الجسم ويستفيد منها كل الجسم. فلذلك هذا السؤال ليس له محل من الإعراب، هذا الكلام يندرج فيما لو أخذت دواء، فالدواء يؤخذ لحاجة ويترك بانتفاء الحاجة، لكن أنت تتعامل مع غذاء، فهذا السؤال ليس له محل من الإعراب. شوفوا الآن بدينا نجيب الأسئلة من خلال القواعد اللي وضعناها. السؤال الثاني، في حال أخذت المنتجات بسبب مرض معين وبجرعة كبيرة، مثلا إنسان أخذ ميجا دوز، مثل ما ذكر الدكتور لين في أحد لقاءاته أنه ميجا دوز قد يصل سبيرولينا 60 حبة خلال اليوم، ممكن يصل بعلبة مورنزي كاملة 285 مول باليوم، ممكن يصل إلى 23 أو 30 غرام فطر ريشي. هذا ميجا دوز يعتبر جرعة كبيرة تأخذ لسبب معين، والإنسان بعد انتفاء السبب ممكن أن يرجع للجرعة الطبيعية كوقاية وكغذاء طبيعي. فبالتالي إذا أخذت المنتجات بجرعة كبيرة لسبب معين مثل ما ذكرنا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حاجة جسمك يحتاج إلى مضادات أكسدة كثيرة وكمية كبيرة من المنتجات لطرد سموم معينة أو لكبح جماح مرض معين. طيب أنت وانتهى العرض لهذا المرض، الآن نرجع للوضع الطبيعي للاستخدام الطبيعي كغذاء يحتاج الجسم كوقاية. فبالتالي ممكن أخذ المنتجات كجرعة كبيرة والرجوع للجرعة الاعتيادية بعد انتهاء السبب. السؤال الثالث يرد، هل تتعارض منتجات شركة ديكسن مع العقار الطبي؟ نقول لا تتعارض منتجات شركة ديكسن مع العقار الطبي، لأنها غذاء طبيعي صحي متوازن لا يتعارض مع الدواء. لكن لا بأس الإنسان إن كان ذو مرض فيراجع الطبيب كطبيب ويأخذ المنتجات كغذاء، فهي أكثر أمانا وأكثر أمنا من الغذاء اللي نقتات عليه يومين وخذوها من عندي نصيحة. سؤال يقول، هل الأصحاء مشمولين باستخدام منتجات أو فقط المرضى؟ هذه يا أخوان شوف الأسئلة موجودة،
وردت بسبب معاملة بعض الأعضاء ومعاملة بعض من تكلم عن المنتجات كدواء، فبالتالي ينصرف ذهن الناس على أن المنتجات مخصصة للمرضى. فبالتالي هذا السؤال، هم الأصحاء هم أكثر الناس احتياجا للمنتجات لأنها غذاء صحي متوازن، وأغلب الناس هم مرضى لكن لم تظهر أعراض المرض، فلذلك الأصحاء هم الأكثر اهتماما يجب أن يكونوا بمنتجات صحية. هل الصحة والعافية، سؤال كذلك يرد، محصورة في المنتجات اللي غالب الناس تتعامل معها أنها مختصة بالمرض؟ وهذه لاحظنا هذه القاعدة مثل ما ذكرنا، يجعل الصحة محصورة في المكملات والمشروبات والعصائر؟ نقول خطأ، لأن الصحة عبارة عن منظومة متكاملة. تخيل أنه أكبر عضو في جسم الإنسان هو الجلد. طيب أكبر عضو في جسمك، أنت ممكن أن يدخل إلى جسدك من خلال الفم غذاء، لكن ممكن أن تعرض جلدك إلى مواد سامة وضارة. لذلك دياكسن اهتمت بأصناف كثيرة من المنتجات الصحية اللي تتعامل مع الصحة بصفتها الشمولية. فعندك منتج يؤخذ من طريق الفم كغذاء ويؤخذ كشراب، وكذلك عندك منتجات خارجية قليلة الآثار طبيعية غالبها وفيها مكونات طبيعية نافعة للجسم. فالصحة غير محصورة بأخذ المكملات أو المشروبات والعصائر عن طريق الفم، بل كل المنظومة الصحية. سؤال آخر يرد كثيرا، هل الأطفال والنساء والمرضى والصغار والكبار ممكن يستفيد المنتجات؟ نقول هو غذاء، إذا تعاملت مع المنتجات كغذاء فهذا السؤال ليس له محل من الإعراب. نقول نعم، المنتجات نافعة لكل من ذكرنا من الأصناف، بل هي أكثر أمانا ونفعا حتى من الغذاء اللي يأكلونه يوميا. سؤال آخر كذلك يرد، ما علاقة المنتجات بالنسبة للأخوة المرضى؟ يعني ممكن إنسان يأخذه قبل المرض أو أثناء المرض أو بعد المرض؟ نقول المنتجات تؤخذ في كل حال، لأنها غذاء نافع قبل المرض يرفع وقاية الجسم ومناعة الجسم، فبالتالي تأخذها كوقاية، والوقاية خير من العلاج. وأثناء المرض فيما لو تأخذ علاج طبي، جسمك محتاج أن يكون مناعته قوية أولا، ويحتاج بعض الأشياء اللي تساعد الجسم من التخلص من السموم المتولدة من المواد الكيميائية، فبالتالي نحتاج الغذاء لشركة دياكسن أثناء أخذ العلاج، وكذلك بعد انتهاء الحالة المرضية، لأن نحتاج أنه نأخذ المنتجات حتى نضمن عدم رجوع المرض، لأن المنتجات راح ترفع كفاءة الجسم بالتخلص من المرض وآثاره وتقلل من رجوعه مرة أخرى، فينتفع قبل وأثناء وبعد المرض. طيب الآن يقول لك كيف أعرف الجرعة المناسبة للحالات؟ أنا مو طبيب غير مختص. نقول إذا تعاملنا مع المنتجات كدواء، نعم نحتاج لطبيب وصيدلاني ومختص والأليف والدال، ما شاء الله يجب أن تكون متوفرة أمام الأسماء. لكن تعاملنا مع غذاء، يا أخوان غذاء، طيب غذاء طبيعي نافع، هل يحتاج لطبيب مختص؟ لا، اقرأ عن المنتج، جرب المنتج بما هو مذكور، أنت ستكون طبيب نفسك، لأنه غذاء طبيعي آمن أكثر أمانا من الغذاء اللي نأكل يوميا. طيب بعض الأسئلة يقول، هل ممكن استخدام بعض المنتجات للحالات المرضية المتقدمة؟ هذا إخوان ليس من باب أنه المنتج ضار للحالات المرضية المتقدمة، مثلا إنسان في شلل أو في العناية المركزة أو طفل صغير جدا أو إنسان كبير جدا، لكن أحيانا نحتاج أن ندرأ المفسدة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. فأحيانا وصف منتج غذائي من شركة دياكسن لحالة متقدمة وما يعرفوا قيمة المنتج وما يعرفوا أنه المنتج نافع وأمين وما يعرفوا قيمة الشركة، ممكن أن ينسب لا سمح الله الآثار السلبية للحالة المتقدمة للمنتج. فذاك يجب أن تراعى المصلحة والمفسدة، ليس لأن المنتج غير نافع، لا، لأن الحالة متقدمة وقد ينسب الخلل بهذا الشخص المريض وأن حالته متقدمة للمنتجات، فيفضل تجنب هكذا حالة حتى لا ينسب الخلل للمنتج، والمصلحة مثل ما يقال مقدم على جلب المنفعة. طيب الآن بعض الناس يقول لك المنتجات كلها متساوية، يعني سبيروليا نفس الريشي والميكوفيجي والعرف الأسد والمورنزي. نقول كل المنتجات من حيث الآلية العامة تتشابه، من حيث تغذية خلايا الجسم وأنها أغذية سوبر، من حيث مساعد جسم على التخلص من السموم، من حيث مساعد جسم على إعادة توازن وظائف الجسم، لكن كل منتج يختلف عن الآخر بالتركيب من حيث الكم للعناصر ومن حيث النوع. مثلا نجد الكلوروفيل موجود بكمية كبيرة في السبيرولين لكنه غير موجود في الفطر الريشي، موجود مثلا بعض البروتينات الطبيعية في عرف الأسد غير متوفر في الفطر الريشي، مثلا موجود مادة في الكورديسبس غير موجودة في السبيرولين. فلذلك العناصر اختلافة من حيث الكم ومن حيث النوع تختلف، لذلك آثار المنتجات تختلف، لكن من حيث الخط العام كل المنتجات غذائية تساعد على طرد السموم، تساعد على إعادة التوازن. لذلك لو أخذت المنتجات مجتمعة ستحصل على جميع الفوائد،
وإذا أخذ منتج منفردا لوحده ستحصل على الفوائد، لكن أكيد ليس كجمعه مع أخواته من منتجات السوبر. فكل منتجات نافعة، والمنتجات تختلف بتركيبها ومكوناتها. طيب بعض الناس يقول ما الذي يثبت أن منتجات شركة ديكسن طبيعية ولا توجد بها هذه الآثار اللي ذكرتوها؟ نقول منتجات شركة ديكسن، دكتور ليم رجل ذكي ومبدع، اختار من المنتجات ما هو مشهور وليس مغمور، وما عليه من البحوث بالآلاف وبالملايين. ومنتجات شركة ديكسن عبارة عن منتجات معروفة من آلاف السنين، بل بعضها من منذ تكوين الخليقة مثل خلية سبيرولينا. فاختيار دكتور ليم لهذه المنتجات لأنها أشبعت بحثا، فبالتالي ممكن أن تبحث عن السبيرولينا وعرف الأسد والريش في مباحث ومصادر غير ديكسن وستجد الخير الكثير. ثانيا، التاريخ الطويل للمستخدمين والمنتجات اللي تجاوز آلاف السنين على أنه هذا منتج نافع آمن لكل الناس حسب استخداماتهم. ثالثا، الشركات أو الجهات الغير ربحية أو المنظمات الغير ربحية مثل منظمة الصحة العالمية مثل وكالة ناسا الفضائية وغيرها كثير، اللي اعتمد بعض المنتجات مثل السبيرولينا كغذاء رواد الفضاء في وكالة ناسا الفضائية أو غذاء للتخلص من آثار الفقر والجوع ونقص العناصر الغذائية مثل منظمة الصحة العالمية وثبتتها في موقعها، دليل على أن المنتج آمن ونافع ولا يوجد عليه إشكال، وهذه جهات غير ربحية. إضافة لذلك يا أخواني، الكثير والآلاف من المستخدمين بل الملايين المستخدمين سواء كانوا أعضاء مستخدمين ومستهلكين حكماء، وإن كانوا ناس مستخدمين يستخدم منتجات بتزكية الأعضاء للمنتجات، والآثار ما شاء الله كثيرة جدا متواترة يمنع تواطؤهم على الكذب لأن فلان لا يعرف فلان، وآلاف الحالات في مختلف البلدان. فالمنتجات آمنة بإثباتات علمية. طيب الآن نتكلم عن سؤال خاصة ربات البيوت، هذه نافعة لكم وضعوا خطوط كثيرة تحت ربات البيوت. هل يمكن دمج منتجات شركة ديكسن مع الأغذية التقليدية؟ مثلا امرأة تعمل أكل ولا تعمل سلطة، نعم هو غذاء طبيعي سيرفع قيمة الغذاء الاعتيادي، يعطيه طعما ويعطيه فائدة، فتمتع بالمنتجات وضعها أينما شئت وأينما أردت في أي وقت. بعض الناس يسأل سؤال دارج، متى يفضل تناول الأغذية ديكسن أو منتجات ديكسن؟ قبل الأكل، بعد الأكل، أثناء الأكل؟ نرجع للقاعدة، غذاء ولا دواء؟ غذاء، فالغذاء يؤخذ قبل أو بعد أو أثناء، أنت حر. تعامل مع الغذاء كغذاء، فلا بس أن تأخذه قبل الدواء، قبل الغذاء، قبل الوجبة الغذائية أو أثناء الوجبة الغذائية أو بعد الوجبة الغذائية، لكن تعامل معه بقواعد الغذاء. مثلا بعض مختصي التغذية يمنع تناول مثلا مشروبات المنبهات مثل الشاي مع المنتجات فيها فيتامين سي وغير المكونات والحديد، فبالتالي امتنع عن شرب الشاي مع أخذ المنتجات كغذاء، لأننا تعاملنا مع المنتجات بقواعد الغذاء فنضع عليها قواعد وتطبيقات الغذاء. الآن سؤال يرد، في حال إمكاني لا تسمح، ما ممكن أني أخذ كل المنتجات، كيف أحدد احتياجي الأمثل؟ نقول كل حسب حالته. فبعض الناس اللي يحتاج لمنتج معين لرفع مثلا الهيموغلوبين او مثلا رفع الطاقه الحيويه بالجسم او عنده فقر دم، اكيد سيكون السبيرولينا الاوفر حظا، لكن ليس معنى انه الريشي لا يعمل ولا الميكوفيج لا يعمل. الكل تنفع، لكن انا ما عندي امكانيه، مجرد اداخذ منتج واحد حسب امكانيتي الماليه، اقول خذ هذا المنتج استفد منه لانه الان هو الامثل في هذه الحاله، ليس لمن باقي المنتجات غير امثل. مثلا شخص عنده مشاكل بنقص الالياف الغذائيه، عنده مشاكل بالقولون كمرض ومتلازمة، لأن نقول لك الميكوفيج هنا سيكون أوفر حظا، لكن إن كانت الإمكان تسمح خذ كل المنتجات فينافع. فتحدد الاحتياجات حسب الشخص كغذاء واحتياج جسد لهذا الغذاء. سؤال يرد كثيرا، ما هي الأعمار المناسبة لأخذ المنتج؟ تقول الأعمار المناسبة هي كل الأعمار، مجرد ما طفل يصل مرحلة أخذ الغذاء يعني بعد 4 إلى 6 أشهر حسب تشخيصات الطبيب أو تصنيف الطبيب من حقه أن يأخذ المنتجات لأنه غذاء. هل يوجد سقف أعلى للعمر؟ أبدا، لأنه غذاء آمن سهل الامتصاص، وخاصة لكبار السن اللي تضعف عندهم قابلية الامتصاص، فسهل الامتصاص إلى درجة قد تصل إلى 95% من قيمة ونسبة هذه المنتجات. طبعا بعض المنتجات اللي تعنى بالعناية بالبشرة، بعض الناس يقول لك أنا استخدمت كذا منتج استفدت منه، وشخص آخر استخدم المنتج ولم يستفد منه. نقول يا أخوان هذا أمر طبيعي، يعني منتجات شركة دي أكسن ككوزمتيك والعناية بالبشرة، العناية الخارجية للجلد والمسائل الخاصة بالخارج، هذه كغيرها من المنتجات،
في بعض الأجسام تستفيد منها وفي بعض الأجسام أقل استفادة وفي بعض الأجسام ما تستفيد منها، لأن هذا الجسم يتحسس من مركب معين أو يكون جسم حساس من بعض المكونات، فأمر جدا طبيعي. خذ ما يناسب احتياجك وما يناسب الشخص. فبعض الناس كمنتجات عناية بالبشرة ممكن يستفيد من مجموعة الجمبري، بعض الناس يستفيد من مجموعة البحرية، بعض الناس أكثر استفادة من مجموعة الأوليفيرا الصبار الطبيعي، فيجد نفسه أنه استفادك. فأقول ركز على ما أنت مستفيد منه أكثر، لأن جسمك يحتاج إلى هذا المنتج وتلائم مع هذا المنتج فركز عليه. فليس العيب بالمنتج إنما الاختلاف بالمستخدمين. طيب الآن سؤال يرد كثيرا حقيقة يجب أن تركز عليه، هل يمكن تعميم التجارب؟ يعني مع بعض الناس مثلا استخدم معجون الأسنان لإزالة الحبوب، أو استخدم معجون الأسنان لإزالة حبوب موجودة في حب الشباب، أو استخدمه في مكان معين بغير ما خصص له، لأن معجون هو معجون مخصص للفم والاستخدام الخارجي. نقول التجارب يستفاد منها ولا تعمم، فأنت ممكن تستفيد من تجربتك الشخصية وتذكر تجربتك الشخصية، لكن لا تعمم، لأن اختلاف المستخدمين ستختلف النتائج وإن كان المنتج واحد. فلذلك نقول التجارب يستفاد منها ولا تعمم. طيب سؤال أخير أو قبل الأخير، ما الذي يميز منتجاتكم يا أعضاء شركة ديكسن؟ لماذا أنتم هكذا متمسكون بالمنتجات؟ لماذا أنتم هكذا مهووسون بالمنتجات؟ نقول ما يميز منتجات شركة ديكسن مجموع ما ذكرنا، إضافة لأن المنتجات عليها شهادات عالمية وشهادات جودة كثيرة، والمنتجات تخضع لرقابة شديدة وشديدة جدا، وهي متميزة عن أقرانها للأسباب اللي ذكرت سابقا. وهذه الأسباب وأن شركة ديكسن ألزمت نفسها بالجودة العالمية وبالجودة المتخصصة في بعض المنتجات، من إدارة التصنيع الحسن، من إدارة السلع العلاجية، الأنواع المختلفة من أنواع الجودة الشاملة اللي تمسكت بها شركة ديكسن وألزمت نفسها بهذه القواعد. الآن يجب أن نركز يا أخواني على موضوع معين، تنوع المنتجات وتنوع استخداماتها راح يعطيك قاعدة وقوة ودفعة قوية اتجاه نجاحك مع مشروع ديكسن صحيا وماليا، لأن تنوع واختلاف المنتجات ينوع لك باختلاف المستخدمين. فلو رأينا الناس هم لا يخرج عن أحد ثلاث أصناف، ممكن يكون مستهلك عادي، وهذا إنسان الشركة سمحت له أن يأخذ من الشركة يشتري كغير عضو مستهلك عادي، أو يشتري من الأعضاء. ممكن يكون مستهلك حكيم يستفيد من المنتج ويستفيد من خصائص العضوية، يحصل على التخفيض، ثم ممكن أن تكون عمولات تغطي مشترياته. وممكن يكون مستثمر بالمستهلكات الصحية للشركة. فمنتجات شركة ديكسن تغطي جميع هؤلاء الأصناف الثلاثة. لذلك أحد أهم الأعمدة الموجودة في شركة ديكسن هو المنتجات وتنوعها وآثارها الصحية واختلاف المستخدمين. الآن قاعدة مهمة جدا يا شباب، منتجات ديكسن كما هي أو كما نريد؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن منتجات شركة ديكسن هي تخضع لقواعد وضعتها الشركة، قالت عنها غذاء، إذن التزم كغذاء. طيب هذه المنتجات إحنا نقرأ عنها في معاجم وكتب تقول أنها دواء وتستخدم، نقول خذ قواعد الشركة وطبقها على المنتجات، لا تتكلم عن المنتجات بما لم تتكلم عنه الشركة، فهي أغذية والمنتجات كما هي لا كما نريد. طيب هل بعض الناس يعني يتعامل مع منتجات يقول أنه أني المنتجات أخذها فلان واستفاد وفلان لم يستفيد؟ نقول منتجات شركة ديكسن تختلف نتائج الصحية وحسب أسباب كثيرة نسردها على عجالة، باختلاف مسببات المرض، فكل الناس تختلف حسب المسببات المرض الرئيسية واستمرارية أسباب الموجودة، أساسيات الصحة وما تبنى عليه ذكرناها، الغذاء الصحي، النمط الصحي، البيئة الإيجابية، هذه تختلف من شخص إلى آخر. جانب مسألة أخرى، عمر المرض وعمر المريض للمستخدم للمنتجات كغذاء صحي، هذا إلى أثر كبير. مسألة فترة استمرار المنتجات من حيث أخذها، بعض الناس يستمر به فترة جيدة تتناسب مع احتياجه، والالتزام بالجرعة اللي تتناسب كغذاء حسب احتياجه كما ذكرنا في القاعدة الأساسية الأولى. منتجات شمولية الأثر ولا تتعامل مع عضو معين، فبالتالي هي ممكن تعمل على جميع خلاياك وجسمك وتحاول أن تصحح المسار فيأخذ وقت. منتجات يجب أن نميز حقيقة بقاعدة جدا مهمة، يجب أن نميز بين العرض ما يظهر للناس كمرض ظاهري وبين المرض، المرض قد يكون مختبئ سابقا، فأنت ممكن ظهر عندك عرض لمرض معين لكن عندك أمراض كثيرة المنتج يحاول أن يصحح مسارها ويعيد
قابلية الجسم على التشافي الطبيعي كغذاء صحي ذو أثر وصحي. وأخيرا أنه الاختلاف النتائج يا أخواني، لأننا نتعامل مع أسباب والمسبب والله سبحانه وتعالى. سؤال: هل يمكن غش منتجات شركة دياكسن؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا يجب أن نفهمه. مستحيل غش منتجات شركة دياكسن، لأن أول شيء إحنا نتعامل مع شركة دياكسن هي شركة الألون دراغون، شركة تين اليوحد، فالشركة هي تزرع وهي تصنع وهي تسوق، ومنتجات تؤخذ حصريا عن طريق الوكالة، لأن عندنا منتج وعندنا خدمة، فمستحيل تغيير المنتجات لأي جهة خارجية، الحلقة مغلقة من المصنع للمستهلك. ثانيا، جودة المنتجات هي مثبتة علمية وشهادات عالمية، وطريقة التسويق محددة. ثالثا، الشفافية التي تمتلكها الشركة، كل من زار الشركة، أنا زرت الشركة أكثر من 5 مرات، الشركة مفتوحة لجميع الأعضاء ولجميع الزائرين، فأنت تدخل بالمزارع والمصانع وتطلع بعينك. مسألة أخرى، طريقة الحديثة اللي استخدمتها الشركة، اللي دائما تحاول أن تحافظ على جودة المنتج، وطريقة الاستخلاص اللي لا تفقد قيمة المنتج الغذائي، وهذا يعرفها المختصون، مهمة جدا. مسألة أخرى، طبيعة المنتجات، أنه منتجات مشهورة عالمية وليست مغمورة، فنتعامل مع السبيرولينا الغذاء الأفضل على وجه الأرض، نتعامل مع ملك الأعشاب اللي هو الفطريش، وهكذا من المنتجات الغيرها. الجودة كذلك العالمية اللي تبنتها الشركة، هذه منتجات جدا مهمة. قاعدة مهمة، هل اعتمد الشركة دياكسن على حقائق النظريات؟ نقول الشركة دياكسن اعتمدت على حقائق مثل غذائك دواك، وداء غذائك الوقاية خير من العلاج، التوازن الحمضي والقلوي للنظام الغذائي، وأهمية مضادات الأكسدة الطبيعية اللي دائما ينادي بها المختصون، وضرورة حفظ الجسم من الداخل لعدم إمكانية الحفاظ على الجسم من الخارج لتغير العوامل البيئية. بعض الناس، وقبل ما نختم نقول، بعض الناس يقول أتمنى أنه أني أستمر على المنتجات لكن إمكانيتي المالية ما تسمح. نقول اسمع بعقلك وانظر بعينك وارعى بقلبك. نقول الصحة لا تقدر بثمن ولا توازن بمال ولا ذهب. ثانيا، الكلف توجد كلف مباشرة وكلف غير مباشرة. أنت الآن ظاهريا تقول أنه أنا أصرف، لكن صدقوني الكلف اللي مترتبة على الأمراض الكثيرة ومترتبة على استخدام المنتجات الرخيصة هي أكثر بكثير من استخدام منتجات ذات جودة عالية. حقيقة كثير من الأمراض الخطيرة الآن الناس يعني يصرفون عليها آلاف الدولارات، ممكن أن تأخذ منتج غذائي طبيعي يخلصك من كثير من الأمراض كغذاء، بالرجوع للغذاء بما لا يتعارض طبعا مع الدواء، هو أقل تأثيرا من حيث الناحية المادية. طبعا قاعدة مهمة، كن مستهلكا حكيما، لأن شركة دياكسن ستوفر لك منتج مع خدمة، فأنت على طول حياتك 30 أو 40 أو 50 سنة لم تحصل على سنت واحد من استخدامك، لكن مع شركة دياكسن ممكن تحصل على منتج صحي ونظام مانح، فممكن تكون منتجاتك مجانية بل تزيد عن المجانية. حاول أن تساعد الناس أن يكونوا مستهلكين حكماء، كلما ساعدت أكثر من الناس كلما استفدت أكثر وأفدت أكثر، وممكن حقيقة الإنسان الذكي يتحول من مستهلك عادي إلى مستهلك حكيم. وأخيرا وليس آخرا، تذكر يا أخواني أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فإذا فقدت الصحة لا يمكن أن تحصل على بديلها. ممكن أن تحتاج إلى مال فيجمع لك، ممكن أن تحتاج إلى جاه فيجمع لك، لكن إن احتجت الصحة لا أحد يستطيع أن يعطيك من صحته. دائما تذكر أن الصحة لا يمنحها لك أحد إلا أنت، فاهتم بالمنتجات الصحية لشركة دياكسن والنظام الصحي، اهتم لهذه القواعد العامة حتى تزيل عنك كثير من الإشكالات، وتزيل عن فريقك والناس مستخدمين كثير من الإشكالات، حتى تنعم وتغنم بصحة. تحياتي لكم، أخوكم ومحبكم مهندس حسام عليم.